مسافة أحضر لكم حلوى الكنافة حتى الشهيرة. هيا لنبدأ. المام عدة لبق الكنافة 2 عدد، كنافة الطرية 350 غرام، جبنة الكنافة 200 غرام. بإمكاننا استخدام جبنة الترابزون ونحصل على نفس النتيجة. زبدة مزعبة نصف كوب، فستق الحلبية دبس ملعقة دقام، كماشة لتدبير الطبق، ولتحضير القطفي سكر كوب، ماء كوب ونصف بالغطر. أولا تحضير القطفي، نضع السكر في القطر وعلى النار هادئة نضيف الماء كوب ونصف ونهيل. عندما يذوب السكر تماما نضعه جانبا حتى يبرد. الآن سنقوم بتجهيز الكنافة. هيا نطحن الزبدة على الأطباق، نضع الكبز بفرشة نفتح كنافة بفركها بليدي ونضع نصف مقدارها في الطبق. نضع الجبن بشكل مستوى. وندع بقي الكنافة فوقها. نحذف الطبق الآخر وندعه فوقها نصب كوب الزبدة المزعبة عليها. نضع الطبق على النار متوسطة ونفسكها بواسطة الكماشة وندهن بالاستمرار. عندما تبدأ الكنافة بالأحمرار ندع الطبق الآخر فوقها ونغلبها. نتابع عملية نفسها الطرف الثاني. بعد التأكيد من إحمرار الطرفين نسحب الغطي فوقها. فستق الحلبية